اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم امريكا من جوه يا شبح. النهارده قررنا نروح محل حلاقه جوه امريكا نشوف هو عامل ازاي. طبعا زي ما احنا بنحط لعب شوف الكراسي بس حقيره جدا الصراحه قديم قوي يعني ما يختلفش كتير قوي عن مرفص اللي هو تحت الكوبري بس الديكورات هي اللي حلوه الصراحه. الراجل بيلبس او الست بتلبس المريله دي وهي بتحقلك تبقى قاعد شايف القعده الرفع ان الصالون في مكان مفتوح فا اتس نايس ايديا يعني ماشي وبدا صوت السيسي بيحط صوت الشايب كده يعني وياريت كلنا نسبسكرايب للصفحه بتاعتنا على اليوتيوب فارس منهاتن عشان نكون لكم كل جديد وغريب وغريب ورخيص وامريكا من جوه يا شباب.